Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar Arapça ders kitabımızın EBA'da yer alan ses dosyalarıyla dinleme metinlerimizin birleştirmesini yapacağız. Bu videolarımızı izledikten sonra artık Arapçayı konuşmak, okumak daha kolay olacak. Hadi hepinize başarılar diliyoruz. Başlıyoruz videolarımızdaki sesleri dinlemeye. الوحدة الخامسة القيم الدرس الأول أحب ديني واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أحب الله الإسلام ديني فضائل الإسلام فضل الإسلام الأخلاق الإسلامية القرآن مرشد المراسل موضوع المقابلة أنا مسلم أنا مسلمة الصلوات الخمس قبل بعد اثنان استمع إلى الحوار وأعده ثم اكتبه في دفترك الإسلام هو حب الله مرحبا اسمي محمد أنا طالب ومراسل في هذه المدرسة وموضوع هذه المقابلة الإسلام هو حب الله نعم يا صديقي أهلا وسهلا بك أهلا بك كيف الحال يا صديقي؟ أنا بخير الحمد لله شكرا جزيلا يا صديقي ما معنى الإسلام هو حب الله قبل كل شيء الإسلام هو ديني أنا مسلم صغير أحب الله كثيرا هل أنت تحب الإسلام؟ نعم أنا أحب الإسلام لأنني أحب الله قال الله تعالى في القرآن إن الدين عند الله الإسلام ما هي فضائل الإسلام؟ فضائله كثيرة مثلاً أنت إنسان صادق وعادل وكريم وكل هذه الأوصاف بفضل الإسلام نعم بعد هذا الكلام ما قولك الأخير؟ الحمد لله على نعمة الإسلام شكراً على هذه المقابلة وأنا أشكرك أربعة استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك أنا مسلم أنا مسلمة هو مسلم وأنا مسلمة هي مسلمة وأنا مسلم أنت مسلم أنت مسلمة خمسة استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام دينه الإسلام دينها الإسلام دينك وديني الإسلام دينك وديني سبعة استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها في دفترك
صلاة الفجر قبل شروق الشمس. صلاة الظهر قبل صلاة العصر. صلاة العصر بعد صلاة الظهر. صلاة المغرب بعد غروب الشمس. صلاة العشاء بعد صلاة المغرب. ثمانية. استمع إلى الأسئلة ثم أجب عنها كما في المثال. متى وقت صلاة الفجر؟ وقت صلاة الفجر قبل شروق الشمس. متى وقت صلاة الظهر؟ Bu sorularınızın cevabını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Meta vaktu salatil asr. Meta vaktu salatil maghrib. Meta vaktu salatil isha. تسعة. استمع إلى الآية الكريمة واقرأها ثم اكتبها في دفترك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. عشرة. استمع إلى الأغنية وأعدها. الوحدة الخامسة. الدرس الثاني. أحب نبي. واحد. استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها. الأمين. أحب النبي. تاريخ الإسلام. النبوة. الكامل. الرحيم. خلف. فوق. تحت. أمام. اثنان. استمع إلى النص واقرأه ثم اكتبه في دفترك. نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. اسم والده عبد الله واسم والدته آمنة. إن ولادته في عام الفيل، وهو من أسرة كريمة الأخلاق. إنه إنسان كامل وصادق وعادل ورحيم قبل النبوة وبعدها. هو نبي الإسلام، وهو معلمنا الأول في تاريخ الإسلام. نحن نحب نبينا كثيراً. ثلاثة. استمع إلى الحوار وأجري حواراً مع أصدقائك وسجله ثم قدمه في الصف. نتعرف على نبينا. من هو نبي الإسلام؟ هو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله. ما اسم والده؟ اسمه عبد الله. ما اسم والدته؟ اسمها آمنة. متى ولد؟ ولد في عام الفيل. كيف أخلاقه؟ هو إنسان أمين وصادق وعادل ورحيم. أربعة. استمع إلى الكلمات وأعدها
ثم اكتبها في دفترك. فوق، تحت، أمام، خلف. سبعة، استمع إلى الآية الكريمة واقرأها ثم اكتبها في دفترك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثمانية، استمع إلى الأنشودة. ثمانية، استمع إلى الأنشودة. الوحدة الخامسة، الدرس الثالث، أحب وطني. واحد، استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أحب وطني، روحي، حامي الوطن، الوفاء، الفداء، شرق، غرب، شمال، جنوب. الوطن مقدس. مدينة. اثنان، استمع إلى النص وأعد العبارات التي تحتها خط ثم اكتبها في دفترك. روحي فداء لوطني، إن الوطن مقدس وكل أجزاء ترابه مقدسة، من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. أنا أحب وطني كثيرا لأن الوطن دارنا وملجأنا. نحن حماة الوطن من الأعداء. أنا وفي لوطني لأن حب الوطن وفاء وفداء. أنا قوي مع وطني، روحي فداء لوطني. أربعة، استمع إلى الكلمات ولاحظ الصورة الآتية ثم أعدها واكتبها في دفترك. شرق، غرب، شمال، جنوب. خمسة، استمع إلى الأسئلة وأجب عنها حسب الصورة الآتية كما في المثال. أين مدينة مارسين؟ مدينة مارسين في جنوب تركيا. أين مدينة وان؟ Bu sorularımız cevapları videomuzdan izleyebilirsiniz. أين مدينة إزمير؟ أين مدينة سينوب؟ استمع إلى العبارات واقرأها ثم اكتبها في دفترك. استمع إلى العبارات واقرأها ثم اكتبها في دفترك. تركيا وطني. أنا أحب تركيا كثيراً. روحي فداء لوطني. الحلقة السادسة، مدرستي وأصدقائي. الدرس الأول،
صفي. واحد، استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. خريطة، صف، سبورة، طالبان اثنان، صورة، معلم، تلميذة، مقعد دراسي، كرسي، تلميذ. منحات، طاولة، كتاب، مكتبة الصف، اثنان، استمع إلى الحوار وأعده ثم اقرأه واكتبه في دفترك. في درس الرسم. صباح الخير. صباح النور. يا طلاب، عندنا طالبان اثنان جديدان في صفنا. نريد التعرف عليهما. على يميني سليمان وعلى يساري شادية. أهلا وسهلا، تشرفنا بمعرفتكما. ماذا نرسم اليوم يا طلاب؟ نرسم خريطة. أي خريطة نرسمها؟ نرسم خريطة تركيا. ونرسم عاصمة تركيا أيضا. شكرا لكم جميعا، هيا لنبدأ. خمسة، استمع إلى الأشياء الموجودة في الصف ثم اكتبها في الفراغات الآتية. خريطة، طاولة، سبورة، ممحات، كتاب، قلم، حقيبة. Bu kelimelerin yazılışlarını konu anlatım videolarımızdan bakabilirsiniz. Su. 6. استمع إلى النشيد وأعده. مكتبة الصف. الصف فيه مكتبة نظيفة مرتبة من قصص لطيفة وكتب ظريفة واضحة الكتابة رسومها جذابة تزيد من مهارتي في الفهم والقراءة بها أسلي نفسي تعينني في درسي. الوحدة السادسة، الدرس الثاني، مدرستي. واحد، استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. مدرسة، غرفة نائب المدير، صف، غرفة المستخدمين، غرفة المدير،
المعلمين. مختبر. دورة المياه. مكتبة. صالة الرياضة. ساحة المدرسة. مقصف. باب المدرسة الخارجي والداخلي. اثنان، استمع إلى النص ثم اقرأه واكتبه في دفترك. تعريف المدرسة. في مدرستي باب خارجي وباب داخلي. بعد الدخول من الباب الخارجي نجد ساحة المدرسة، وعند الدخول من الباب الداخلي إلى المدرسة نجد غرفة المدير، ومقابل غرفة المدير غرفة نائب المدير، وفي يسار غرفة نائب المدير غرفة المعلمين، وتحت غرفة المعلمين غرفة المستخدمين. وعندما نتجه إلى اليسار نشاهد المختبر ومكتبة المدرسة، وخلف المختبر صالة الرياضة، وبجانبها المقصف. أربعة، استمع إلى أسماء علامات الترقيم وأعدها وناقشها مع زميلك. نقطة. نقطتان. علامة الاستفهام. فاصلة. قوسان. علامة التعجب. ستة، استمع إلى النشيد وأعده ثم اكتبه في دفترك. مدرستي حديقتي. مدرستي حديقتي، وبابها الكتاب، أقرأ فيه قصصا وأدرس الحساب. في كل صبح نذهب مع الرفاق نلعب، ندرس في صفوفنا وفي المساء نكتب. أنا الصغير الصالح، بعملي أكافح، وفي انتهاء عامنا أنا النشيط الناجح. الوحدة السادسة، الدرس الثالث، أصدقائي. واحد، استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. صديقاتي في المدرسة. أصدقائي في الصف. أصدقائي في المدرسة. أصدقائي في الحي. صديقة. صديق. صديق واحد. صديقتان اثنتان. صديقان اثنان. صديقة واحدة. اثنان، استمع إلى النص واقرأه ثم اكتبه في دفترك. الصديقان والبلبل. يلعب أحمد مع صديقه سليم في ساحة المدرسة، وسمع أحمد بلبلاً يغرد على غصن شجرة. قال أحمد لصديقه: ما أجمل صوته، أحب أن أراه. وقال سليم: انظر،
ها هو على الغصن بجانب عشه، وأخذ أحمد حجرا ليرمي به على البلبل. قال له صديقه سليم: أهذا جزاء تغريده لنا؟ وتأثر أحمد من كلام صديقه، وشعر بخجل وحزن شديد. قال النبي محمد عليه السلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أربعة، استمع إلى الحوار ثم أكمل الفراغات الآتية مستعينا بالنص السابق، وأجري الحوار مع صديقك. الصديقان والبلبل. هيا نلعب بعد الدرس في ساحة المدرسة يا سليم. إذن هيا بنا إلى ساحة المدرسة. هل سمعت يا سليم بلبلا يغرد على غصن هذه الشجرة؟ نعم، ما أجمل صوته، أحب أن أراه. أنا سأرمي عليه الحجر. أهذا جزاء تغريده لنا؟ المعذرة يا صديقي، أخجلتني جدا. لا تخجل يا صديقي. Boşlukların doldurulmasını konu anlatım videolarımızdan izleyebilirsiniz. خمسة، استمع إلى الجمل ثم اختر الإجابة الصحيحة مستعينا بالصور كما في المثال. هذه صديقة واحدة. عندي صديقان اثنان. هذا صديق واحد. عندي صديقتان اثنتان. في الصف صديقان اثنان. أنا وصديقي